بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. بالنفس ونفس عايشين بلطفه ورحمته طول العمر والأيام. أصل ذكره هو اللي بيطمن قلوبنا ويخفف علينا كل الوجع والألم. سبحانه ملناش غيره، على كل عباده مطلع وعلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. اسم الله السلام، أسراره وبركاته. ده هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أستاذة لميا، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. كل عام وحضرتك بألف خير. وحضرتك طيبة يا رب، ومصر كلها بخير. آمين يا رب. أسماء الله الحسنى ليها أسرار، كل اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى ليه سر وليه معنى. النهاردة بنتكلم عن اسم الله السلام. الله عز وجل هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام، وقد وصف ليلة القدر بالسلام، فأسأله أن يعم بالخير والسلام مصر وجميع بلاد الإسلام. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة بنتكلم عن اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله السلام. يعني السلام؟ السلام هو الذي يرسل السلام على كل شيء. السلام الطمأنينة، السلام الراحة، السلام الهدوء، السلام السكينة. السلام هو سكينة القلب وطمأنينة الفؤاد. الله سبحانه وتعالى هو السلام، ومنه السلام، وإليه السلام. اسم الله السلام ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة في آخر سورة الحشر، والله سبحانه وتعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، إلى آخر الآيات. فهذه هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم في آخر سورة الحشر التي ذكرت اسم الله السلام. لكن في مشتقات تانية للسلام ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اسم الله السلام، العلماء قالوا السلام هو المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل شيء. معنى السلام أي أن الله سبحانه وتعالى سالم من كل العيوب ومن كل الآفات، منزه سبحانه وتعالى. دلوقتي بعض الناس بتتكلم، ممكن لو حد زعلك، لو حد ضايقك، لو حد وصفك بأي وصف مش فيك، قال عنك إنك كذاب وإنت مش كذاب، قال نصاب وإنت مش نصاب، قال عنك أي وصف ظلم وزور وبهتان، سيبه لربنا وما تزعلش نفسك يا سيدي، مش إنت ماشي صح. ده قالوا على سيدنا النبي، ده قالوا على ربنا سبحانه وتعالى، فوض له الأمر، فوض الأمر لربنا سبحانه وتعالى. والله هو الكامل سبحانه وتعالى، هو المنزه عن كل نقص، هو السلام، ومع ذلك تكلموا فيه سبحانه وتعالى. والشاعر يقول: والله لو صاحب الإنسان جبريلا ما سلم المرء من قال ومن قيل. تخيلي حضرتك صاحبك سيدنا جبريل، صديقك الصدوق سيدنا جبريل، رايح جاي معاك عبادة، ذكر، صلاة، خروج، سيدنا جبريل ملازم لنا، ومع ذلك هيتكلموا عننا. والله لو صاحب الإنسان جبريلا ما سلم المرء من قال ومن قيل. قد قالوا في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قالوا بأن له ابنا وصاحبة، زورا عليه وبهتانا وتضليلا. إذا كان ذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل عنا بعض ما قيل. صحيح، والله صحيح. أستأذنك ناخد التليفون. مخالد، مخالد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ دعاء؟ اهلا وسهلا، انا لميا مش دعاء. استاذ لميا، ولا يهمك ولا يهمك، اتفضلي. احنا من بعض. اتفضلي. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. لو سمحت، انا مش مصدقة ان انا بكلمكم والله. نورتينا. ربنا يخليك يا رب. لو سمحت كنت عايزة اسأل بس صلة الرحم. دلوقتي انا ما بكلمش اخويا. ليه؟ عشان كان ليا اخ كبير اتوفى، فجاء اخويا عنده فرح بنته عايزه تخش، فعايز يدخلها وما كملش اخوه شهرين، فاستنى لما يكمل مثلا لحد العيد ولا حاجه 5 شهور، فما رضيش فقطعناه. لا استني واحده واحده، انت ليكي اخ اتوفى، اخوكي التاني بنته كانت هتتجوز؟ اه
فانتوا قلتوا له استنى شويه لما يعني يعدي فتره على اخوه وهو ما رضيش يجوز بنته. واخوه دوت عنده كمان ظروف اكتر من الوفاه كمان يعني ايه وحاجات كتير كده صعب ما ينفعش الواحد يتكلم فيها. قلنا له بس استنى عشان اخوك متوفي وعنده ظروف كمان في البيت يعني اكتر من نوع متوفي كمان, فاصبر شويه شهرين حتى على الحد العيد كده ونكمل 4-5 شهور وباعمل. فمرضيش فاحنا قطعناه كده. دخل رمضان واحنا برضو ايه مش عايزين مثلا كده علينا حرمانيه. طب انا عايزه اسالك على حاجه, هو كان محدد فرح بنته قبل ما اخوك يتوفى ولا هو حدد بعد الوفاه؟ لا هو ما كانش هو حدد واخوه متوفي يعني ما كانش ما نعرفش ما حددش هو ما حددش اللي بعد ما اخوه توفى. تمام. فهو كويس وكل حاجه بس مراته بقى واولاده هم اللي مسيطرين عليه. طيب حاضر حاضر. تبين يا ام خال داخل عليهم رمضان هم واضح ان كلهم ما بيكلموهوش. ما ينفعش يا ام خالد, ما ينفعش خالص. الراجل ستر بنته تقطعوه؟ انا بسال سؤال, ايه سبب القطيعه؟ يعني سبب القطيعه انه ستر بنته, انه جوز بنته؟ اخو حضرتك مات, ربنا يا رب يرحمه ويرحم كل اموات المسلمين, وانا عارف مدى الفقد عامل ازاي, لكن هو ما عملش جرم علشان يوصل الموضوع معانا للقطيعه. وبعدين يا ام خالد احنا في ايام طيبه, ايام مباركه, احنا داخلين على شهر كريم, احنا داخلين على شهر كله تسامح وكله فضل وكله كرم وكله جود وكله مغفره, يعني لازم نصلح يا فندم, لازم نصلح. الرحم ده اسم من اسماء ربنا طبعاً. سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول من قطعها قطعني ومن وصلها وصلني. بالظبط, يعني مفيش وقت للخصام, مفيش وقت للزعل, مفيش وقت ان الاواصر تقطع اكتر من كده, ومحدش ضامن عمره والدنيا والله ما مستاهله. بالظبط, ده اخوكي لحمك ودمك, يعني اخوكي لحمك ودمك, ما ينفعش حتى لو بقيت الاخوات قطعوه, انت خليكي سبب في الصلح طبعا, خليكي سبب انك تصلح الامور وترجع الامور لمجاريها. افرحوا معاه, ده الراجل ستر بنته, بدل ما تقفوا معاه وتقفوا جنبه ونفرح كلنا سوا وندخل الفرح والسرور على العيلة, ما ينفعش نقطع الأواصر. رجاء نصيحتي نبدأ من دلوقتي نصلح الأمور ونصلح المسائل, وكوني سبب, خد العيلة كلها وصلحوا الأمور, ربنا يصلح ما بينكم يا رب العالمين. ناخد أم محمد. زيك يا قمر يا اللي منورة الشاشة. الحمد لله يا حبيبتي. يا حبيبتي ألف سلامة عليك وألف مليون سلامة عليك. الله يسلم, زهقتكم معلش حقكوا عليا. بصي وأنا أعيا بدالك. بعد الشر عليكي. والله أي حاجة وحشة ما قلتيش أنت تجيني أنا. بعد الشر عليكي, ما تقوليش كده. ربنا يخليكي. يا حبيبتي يا منورة الشاشة يا قمر يا اللي ربنا ما يحرمناش منك ربنا أبدا. ربنا يخليكي ولا يحرمني منكم أبدا, ربنا يخليك يا رب. يا رب يبارك في عمرك ويطول في عمرك وصحة وعافية كده ويشفى عنك ويكفيكي شر المرض يا رب. أمين. يا أمين يا رب, ربنا يبارك لك يا رب يخليك. وكل سنة وانت طيبة وحضرتك بألف خير وحضرتك والشيخ عويضة والشيخ رمضان كلكم وانتوا طيبين واللي عندك كلهم طيبين يا رب. وحضرتك بألف خير وسعادة يا رب, رمضان كريم عليكم ان شاء الله. بقول لك يا قبل لمية انا اشتكيت لك قبل كده من ابني ضربني برضو رمضان اللي فات, عنده 28 سنة ومبهدلني وبيضربني وبيشتمني وبيكسر لي البيت, واشتكيت لك قبل كده. طب فكريني بس معلش اعذريني. كان في رمضان اللي فات ونفس رمضان ده يعني بص كل رمضان بيتخانق ويكسر لي البيت. هو عايش مع حضرتك؟ هو عايش معايا بس بيمشي ويجي يعني. أقصد متجوز يعني ولا مش متجوز؟ لا مش متجوز, عنده 27 سنة مش متجوز, بس أسلوبه وحش معايا بيشتمني. طب هو بيشرب حاجة؟ لا قبل لما أنا اشتكيت لك قبل كده منه مش بيشرب أي حاجة. ما اعذريني أنا عشان بيبقى فيه مكالمات كتير ببقى مش فاكرة قوي. لا ما بيشربش, هو بصي عصبي قوي قوي معايا أنا, وبصي ويشتمني ويقول لي الفاظ وحشه وانا يعني وليه كبيره مش صغيره. ليه اخوات؟ ليه واحد اكبر منه. طب ما اخوه موقفه ايه؟ طيب اخوه بيتلاشاه ما يعني عشان هو بيتسرع معاه يعني بال. طب هو مشاكله مع حضرتك ايه؟ ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ ولا حاجه يا ابله لمياء, بصي لو اي حاجه قلتها له اعملها يتخانق معايا يشتم ويمد ايده, والله مخربشني
وضربني في دراعاتي مطلع ضوافره باللعب شفتي، واقول له يا ابني طب غلط يا ابني، طب انا عملت لك ايه، طب حقك عليا، طب معلش، واهدي فيه ويمسك فيا، يقعد كده يخبط كده فيا ويطبقني كده وبعصبيه بقى. طيب فين باباهم؟ ايه؟ بابا ماجي هو الكبير؟ لا هو لي اخ، هو اصغر واحد عندي والله، وعصبي قوي. وانا دلوقتي هو طب هو بعد ما بيعمل مع حضرتك كده بيتعامل معاكي تاني ازاي؟ يعني بيجي بقى يقول لي حقك عليا، وانا من النوع اللي قلبي طيب وطيبه وبنسى، بقول يا بنت زي بعض مش مشكله خليه، وحنينة عليه، ويعني اقول لك يعني بعمل معاه عمايل، بس في ثانيه كده لو قلت له لما اخذ معلش اغسل رجليك يبهدلني، يقلب عليا الدنيا. ربنا يهديه يا رب. انا مش عارفه دلوقتي، انا العيال بقى حاكمين عليا، يقولوا لي ما تكلمهوش، خصميه عشان يحترمك، مش عارفه انا اعمل ايه دلوقتي. طيب يعني خصمه ولا اعمل ايه ولا حاضر. مش عارفة. حاضر حاضر. تابعينا يا ام محمد. من اصعب المكالمات واصعب الحالات اللي بتيجي للواحد، يعني الواحد بيبقى مش عارف يقول لهم ايه، يعني يقول لولد زي ده ايه وانت بتضرب امك؟ يعني هل هي وانت صغير عملت فيك مره كده؟ ولو عملت فيك كده يعني هل هي عذبتك زي ما انت بتعذبها؟ يعني هي دي جزتها، ان هي عمرها كله ضاع في تربيتك واستحمالك والام انا عارفة الام بتعمل ايه، وتحرم نفسها من كل حاجة عشان خاطرك، وفي النهاية هي يوم لما بتقولك على حاجة بتقولك على فكرة لمصلحتك مش لمصلحتها هي. يعني لو قالت لك اي حاجة اعملها فهي بتقولك عشانك انت مش عشانها هي. هتفضل امك طول عمرها لحد اخر نفس بتتنفسه اللي بتقولهولك لمصلحتك مش لمصلحتها هي. في النهايه احنا ما بنبقاش عايزين حاجه من ولادنا غير ان هم يبقوا كويسين، وان الواحد يقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو عمل كل اللي يقدر عليه معاهم. يعني الواحد يقول له ايه؟ طيب عندك حق والله يا استاذ علم. الام يعني لا توزن بميزان طبعا، ونصيحه الام لابنها هي نصيحة محب ونصيحة صادق، وما يعرفش قيمة الأم إلا اللي فقدها. لذلك يعني أنا نفسي ابننا يعني يسمعني دلوقتي، يا رب يسمع حضرتك ويفهم يعني كلمة أم. أم يعني الحب، يعني الحنان، يعني الدعوة الصادقة، يعني الدعوة الخالصة. الأم يعني الصدر الحنين. الأم يعني الدعوة الخالصة الصبح كده وانت بتسمعها تدي لك طاقة طول اليوم. اليوم الأم هي الحنان اللي عمرك ما هتلاقي حنان زيه في الدنيا أبدا. الأم اللي هي اللي خايفة عليك وقلقانة عليك، وما بتاكلش غير لما انت تاكل، وما بتنامش غير لما انت تنام. الأم عارف يا فضيلة الشيخ، انا لما بسمع مكالمات زي دي وبشوف نماذج وبيتحكي لي حاجات بشوف الصورة بقى كمان بشكل تاني. يعني بقعد اتفرج على اللي بيعملوه الأولاد في أهليهم وأقول لو تعرفوا ان هتلف الايام والدور وهيتعامل فيكوا نفس اللي انتوا بتعملوه. يعني اللي بيضرب امه ده ولادك هيضربوك كما تدين تدان طبعا، والعلماء قالوا كده بالظبط، قالوا ان العقوق ده دين، العقوق دين والبر دين. يعني انت بار النهارده بوالدك ووالدتك هيطلع ولادك كده بالظبط، والناحية التانية انت عاقل والدك ووالدتك برضو ولادك هيوروك المر اللي في الدنيا. سيبك من دي يا استاذة لميا، الفطرة، فطرة ربنا سبحانه وتعالى اللي حطها فينا بارتباطنا بآبائنا وأمهاتنا، ده حتة منك، أبوك وأمك ده حتة منك. العلماء بيقولوا هو ممكن الواحد يختلف مع والديه، يعني يخالفهم في حاجة معينة في الرأي مثلا، فيرد عليه العالم يقول له ايه؟ ولا مع نعليهما. شوف بقى عزك الله. يعني آه طبعا، يعني ما ينفعش تخالف رأيهم، ما ينفعش تعمل تتخانق حتى مع عزك الله مع النعل بتاعهم. تخيلي قد ايه مقام الأبوة ومقام الأمومة عندنا في الشرع عامل ازاي. احنا داخلين على ايام كبيرة، داخلين على أيام فاضلة. أي حد عنده خلاف مع والده ومع والدته الشيطان ضحك عليه، نفسه الأمارة بالسوء ضحك عليه، حد ضحك عليه ومش شايف يعني إيه أم، مش شايف يعني إيه أب، اجري بسرعة، الجنة تحت رجليهم، اجري بسرعة قبل إيدها قبل ما يفوت الأوان، اجري بسرعة قبل رأسها قبل ما يفوت الأوان. أمك والله ما هتلاقي زيها في الدنيا، اجري بسرعة وخد رضاها علشان رضاها والله من رضا ربنا. احذر ان امك تنام باكية بسببك، انها تنام عايطة بسببك، ان قلبها يوجعها بسببك، انها تيجي في مرة وترفع ايدها للسماء وتشتكيك لأحكم الحاكمين
والله ما هيشوف دنيا، والله ما بيهونه، هيشوف خير، والله ما بيهونه. علشان كده بالظبط بالظبط، يعني شوف انا بقول لها، بقول له هي ضربتك وانت صغير، ده لما ضربتك وانت صغير ضربتك لمصلحتك، والنهارده انت بتضربها عشان هي بتكلمك لمصلحتك. بالظبط، ده ضرب لدرجة الإيذاء. هو فين؟ هو فين؟ روحه فين؟ دينه فين؟ ضميره فين؟ قلبه فين؟ وهو بيضربها كان إيه؟ معمي مش شايف؟ ده ربنا يقول ولا تقل لهما أف. القرآن يقول، لو أهل العلم يقولون لو وجد الله أقل من كلمة أف لقالها حرفين. علشان كده يا ريت يا حضرات، يا ريت كلنا نخلي بالنا من المسألة دي. الأب والأم والله لا يعوضوا أبدا ولا بكنوز الدنيا. وأي حد ناجح في حياته اعرف إن أمه راضي عنه، إنه عايش تحت رجل أمه تحت طوعها. وأي حد متعسر في حياته يراجع نفسه في بره بأهله وبره بوالده وبره بوالدته. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا وارحم من مات منهم، اللهم آمين. تخصمه؟ إطلاقا ما تخصموش. مينفعش. تعاقبه ازاي؟ لا، تنصح، توجه، لان في الاول وفي الاخر هي الصدر الحنين. ما ينفعش تقفل الباب في وشه بالحب والحنان. ما لو قفلت الباب في وشه هيطلع بره، يرجع لها اسوأ واضل سبيل. هي اللي تحتويه برضو، تفضل ام الاخر نفس في حياتها تحتويه، طبطب عليه، تنصحه، تجيب له عمه، تجيب له خاله، تجيب له صديق، تنزله المسجد. هو في الأول وفي الآخر ابنها، وهتفضل راعية وهتفضل مسؤولة عنه ليوم الدين. كما أمرنا الولد بالبر نأمرها كذلك بالبر. صحيح. رسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان دايما يذكر اسم الله السلام. نعم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يعلمنا، ودي اللي بتميز أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة السلام. أفشوا السلام بينكم، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام مهم جدا، إن أتعامل مع الناس بسلام. تحية أهل الجنة السلام، الجنة اسمها دار السلام، ختام الصلاة السلام عليكم، التحية اللي بنحيي بيها بعض ليل نهار السلام عليكم. ده معنى ايه؟ معنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا جماعة انشروا السلام، انشروا الطمأنينة. احيانا بنتعامل في المجتمع يا استاذة لامية ومع اشخاص ما انتش عارف له اول من اخر، مش عارف ده كان كويس ولا مش كويس، انت مش عارف انت بتتعامل معاه ازاي. طب هو بيحبني؟ بيكرهني؟ هو ضدي؟ هو معايا؟ هو في صفي؟ هو ذا الوجهين؟ علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشر الناس من اتقاه الناس لفحشه. يقول يا عم ابعدني عنه، ابعدني عن هذا الشخص، لا في شغل انت مرتاح معاه، ولا في البيت مرتاح معاه، ولا مع الجيران، ما انت مش عارف له حل. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا أننا لابد وأن نفشي السلام فيما بيننا. عليه أفضل الصلاة والسلام. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. كل إنسان بيعيش في الدنيا ويسيب أثر طيب ويفضل موجود بأثر وذكريات طيبة، ومن أعظم أنواع الأثر إنك تعمل خير يستفيد منه غيرك حتى بعد رحيلك. هي دي الصدقات الجارية اللي بتزود من عملك الطيب وثوابه عند ربنا سبحانه وتعالى. خلونا نتكلم عن أعمال الخير مع الدكتور عبد السلام عبد المنصف من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بحضرتك ومنورني. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل عام وحضرتك بألف خير. وحضرتك بالصحة والسلامة والسادة المشاهدين. بنقول احنا في ايام مباركه وداخلين على ايام شهر رمضان المبارك، يعني ايام الخير كله. وزي ما بنقول كده ان كل حد بيخرج من الشهر ده صام عن الاكل والشرب بس، هو يعني خرج خسران خساره كبيره جدا. بني ادم لابد انه يستغل كل يوم بيعدي من حياته فعمل خير يعمل ويرضي بيه ربنا سبحانه وتعالى، خصوصا الايام اللي احنا فيها. صحيح. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونقول بسم الله والحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفاء. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. حضرتك لفت نظر السادة المشاهدين لمسألة مهمة جدا، فكرة الصيام وفكرة الأعمال الصالحة في الصيام وفكرة عدم فعل الأعمال الصالحة في الصيام وما يترتب على ذلك من خسران. في البداية كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح له: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لها. يعني إيه الكلام ده؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث بينبهنا، بيقول لنا يا جماعة الخير، ربنا سبحانه وتعالى اصطفى من الدهر أيام فيها رحمات وفيها بركات. الأيام دي نعمل فيها إيه بقى يا سيدنا رسول الله؟ قال لك ألا فتعرضوا لها، التعرض للأيام التي فيها نفحات وبركات يكون من خلال فعل الأعمال الصالحة. ولو نظرنا كده هنلاقي إن شهر رمضان الكريم ونحن مقبلون عليه، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين، لابد أن نغتنمه أفضل وأحسن اغتنام من خلال الأعمال الصالحة. طب إيه من الأعمال الصالحة أو أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، بالإضافة طبعا لفكرة الصيام المعروفة؟ هنجد إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تعالوا كده نشوف الآية ربنا سبحانه وتعالى بينادي فيها إيه لعباده المؤمنين، وعلاقة الآية بالحضرتك ذكرتي فكرة الأثر الطيب والأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام. هنجد أن ربنا بيخاطب عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله وبكتابه وبرسوله وبسنته، بيقول لهم يا أيها الذين أمنوا أنفقوا. الإنفاق هنا البذل، يعني مش متعلق بالمال بس، لا، من المال وغير المال أنفقوا. طب أنفقوا منين؟ هننفق منين؟ قال لك مما رزقناكم، إشارة ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه. أحسنتم، وربنا سبحانه وتعالى بيبين حاجة، مما رزقناكم، الحاجة اللي احنا اديناها لكم، يعني الرزاق أصلا في البداية هو الله سبحانه وتعالى، ما بيقولش مما معكم، بيقول مما رزقناكم. والرزق فحلة. ده هم ليهم جزء فيه، مش بتاعنا. أحسنت يا فندم، وذلك هو الإنسان مستخلف أصلا فيه، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وبينبه ربنا سبحانه وتعالى على حاجة مهمة جدا، أنا عاوز بيقول لك أنفق من قبل أن يأتي يوم اللي هو يوم القيامة بقى، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الثلاث حاجات دول اشمعنى يعني؟ ايه الفكرة في الثلاث حاجات دول؟ حاجة مهمة جدا. الإنسان في علشان يقضي أي حاجة من حوائجه في الدنيا هو حاجة من ثلاثة، إما بماله، صح كده؟ صح. المال بيجيبه من خلال التجارة، فما فيش تجارة لا بيع فيه، فما فيش تجارة أن أنت تتحصل على مال علشان تقضي لك حاجة يوم القيامة، فلا بيع في هذا اليوم. طب أنا يا سيدي ما عنديش مال، لكن عندي أصدقاء، عندي صحبة ممكن يقضوا لي المصلحة اللي أنا عايز، فبقول لك ولا خلة، ما فيش خلاص الصداقة، ما فيش حاجة هتنفع. صحيح. طب لا عندي مال ولا عندي صداقة، ممكن يبقى عندي واسطة، ولا شفاعة، حتى الشفاعة كمان إلا من رحم الله، ودي التفصيل عند أهل العلم، ولا شفاعة. يبقى إذن لو أنا ما فيش لا تجارة اللي هو البيع، ولا صداقة اللي هي الخلة والمودة والمحبة، ولا شفاعة، يبقى على طول هنفق. وربنا بيقول في بيختم: والكافرون هم الظالمون. في حتة مهمة، والكافرون مش مقتصرة فقط على الكفر بدين الله سبحانه وتعالى، ده الكفر النعمة. كفر النعمة بيكون من خلال عدم شكرها، فلو ربنا أعطاك من المال كيف يعني أطمئن، أو كيف أكون على يقين أن هذا المال لن ينتهي أو لن ينفد من خلال شكره وشكر النعمة، التصدق من اللي ربنا سبحانه وتعالى الدول، من اللي هو رزقك في البداية. الفرحة الواحد بيشوفها في عيون الناس لما يبقى فيه بير مية أو محطة تحلية، يعني تواجد المية بشكل عام عندهم، يبقى عايز ربنا يديله علشان خاطر يساهم في كل شيء يخص المياه. صحيح. وملف المياه بالنسبة لجمعية البر والطاقة هو ملف كبير جدا. صحيح. زي ما حضرتك شفنا والسادة المشاهدين، ده إحدى المبادرات اللي بتقوم عليها جمعية البر والتقوى المصرية جزاهم الله خيرا، فكرة تحلية المياه، وجابوا فكرة المحطات خاصة لمسألة المياه العذبة النظيفة، لأن زي ما حضرتك عارفة في وسائل أخرى ممكن المياه ما يكونش
طيب ان الانسان ممكن يشرب ما يكونش عذب. فجت فكره محطات التحليه زي ما حضرتكم يعني الساده المشاهدين شافوا معانا. مما تحبون، مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انا عاوز اشرب مياه، مش اشرب مياه معكره، انا عاوز اشرب مياه نظيفه. فجمعيه البر والتقوى جزاهم الله خيرا بيبحثوا عن الاماكن اكثر احتياجا، زي ما الدكتور رمضان تفضل جزاه الله خيرا في التقرير وبين ان المكان نفسه اللي موجود في المحطه ديت من اشد الاماكن احتياجا، الناس محتاجين يا جماعه يشربوا ميه نظيفه. فاحنا بنقول للساده المشاهدين، ها هو رمضان قد اقبل عليكم، فانفقوا مما رزقكم الله سبحانه وتعالى، لان الانفاق الواحد النهارده مش ضامن عمره طبعا. وفي مساله مهمه ان احنا اتكلمنا من قبل ان ياتي يوم اللي هو يوم القيامه، مش هينفع فيها حاجه بقى خلاص. ويوم القيامه دوت مش مراد بس لا يقتصر على يوم القيامه المعروف، بل اذا مات الانسان قيامه البني ادم نفسه قيامته. فاحنا بنحث الساده المشاهدين على المشاركه في مثل هذه المبادرات العظيمه التي تخص مساله سقي الماء. ليه سقي الماء؟ طيب احد التابعين بيقول حاجه جميله قوي، ودي خاصه للساده المشاهدين، بيقول ايه؟ من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. اي واحد عاوز او شايف نفسه ان هو مقصر مع ربنا او ذنوبه كتير، خلي بالك في نعمه عظيمه، باب عظيم ربنا فاتحه لك، خط طويل امشي من خلاله. ايه هو؟ مساله سقي الماء. وده اللي سيدنا ابن عباس قاله في التفسير، فلما سئل يعني لماذا جعل الماء بهذه الافضليه، قال ايه؟ قال الم تر الى اهل النار حينما استغاثوا باهل الجنه، قالوا ايه؟ أن أفيضوا علينا من الماء. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى خص الماء وسقي الماء بهذه الميزة العظيمة. إطعام الطعام وقد إيه هو بيشيل عننا حاجات كتير جدا، خصوصا لما يكون الإطعام كمان هو إفطار صائم. والجمعية كمان السنة دي عاملة إفطار وسحور. صحيح. وذلك دايما كان المثل كان يقول إيه؟ اللقمة تزيح النقمة. فالإنسان لو عاوز ربنا سبحانه وتعالى يقيه السوء فليقبل ويبادر في مثل هذه المبادرات. وإحنا طبعا داخلين على شهر رمضان، وكل واحد عاوز بقى يكسب ثواب عظيم عند الله طبعاً. وزي ما سمعنا في التقرير حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من فطر صائما فله مثل أجره. فأنت هتاخد نفس الثواب بتاع الصائم، فهلما إلى مثل هذا الخير، وخاصة الذي يتعلق بمسألة الإطعام طبعاً. اللي ربنا وصف في عباده المؤمنين يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. فمبادرة طيبة من جمعية البر والتقوى المصرية جزاهم الله خيرا، الهدف من خلالها إنهم عاوزين يقوموا على فكرة إطعام أو إفطار مليون صائم. ومش بس مسألة الإفطار، ده كمان هم فاتحين المسألة بالنسبة لأمر السحور، وفي ذلك خير كثير. يعني نحث السادة المشاهدين على المشاركة فيه. افتح دولابك هي مبادرة خاصة بجمعية البر والتقوى المصرية، يمكن هي بدأت من عندنا هنا في الدنيا بخير. افتح دولابك البسيط عندك عند غيرك كبير جدا، ربنا يتقبل يا رب مننا كلنا. نورتني يا فضيلة الشيخ، أكرمكم الله يا فندم. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم يوم الجمعه على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جمع لي خيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا